الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، تحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. يسعدني أن أشرف بهذه الوجوه المشرقة النيرة، وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لن أطيل على حضراتكم، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة، وأود أن أقف مع حضراتكم في دقائق معدودات مع آية جميلة جليلة من هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها، ألا وهي قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أعلم أننا سمعنا الآية مرارا، لكن أرجو أن أذكر حضراتكم بهذه الآيات في نقاط سريعة جدا، لتقفوا على مقدار هذه الرحمة التي لم تكن خاصة بأهل الإيمان فحسب، بل هي رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه إلى الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فرسول الله تصور أنه رحمة حتى للكفار، حتى للمشركين. نعم، روى مسلم في صحيحه، قيل له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين. فقال: بأبي وأمي وروحي، إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رحمة حتى للمشرك، نعم، وإنما بعثت رحمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن مثال سيد أهل اليمامة، فربطه الصحابة في سارية من سوار المسجد النبوي أي عمود، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ثمامة مربوطا، وهو من هو، لكنه عتيد في الشرك، عنيد في بغضه وإعراضه، فاقترب منه الرحمة المهداة صاحب الخلق الكريم، وقال له: الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.